إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لسيما ما تعلق منها بظاهرة الاتجار غير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر قطاع الاختصاص، تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة بفرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين من القيام بعملية نوعية تتعلق بجناية نقل وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، وهذا على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شبكة إجرامية بنقل كمية من المخدرات وترويجها عبر قطاع الاختصاص. وبعد جمع أكبر قدر من المعلومات تم إعداد خطة ميدانية محكمة، أين أسفرت العملية على حجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها في الإجمال ب 54 كيلوغرام و330 غرام، مع حجز مركبتين سياحيتين وشاحنة ذات مقطورة تستعمل في نقل تلك السموم، مع حجز مجموعة من الهواتف النقالة تستعملهم الشبكة في تسيير نشاطهم الإجرامي. تم إنجاز ملف للإجراءات القضائية ليتم بموجبه تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.